اهلا وسهلا اصدقائي، تحياتي. اليوم انا متواجد في منطقة اوكسفورد ستريت، زي ما شايفين ورايا محطة اوكسفورد كيوب ستيشن. انا جاي اليوم على اساس افاجئكم ديكوريشن، اجواء الزينة في الكريسماس. الناس طالعين قبل ما يفك اللوك داون، المفروض يفك اللوك داون في انجلترا يوم 2 ديسمبر يوم الاربعاء، بس كأنه في اجواء عيد صراحة. حاخدكم جولة في المنطقة وبعدها لاحقا حاخدكم على كام بيت في احياء سكنية، نشوف كيف الاجواء. بتمنى ان شاء الله تلبسوا معايا. في كل عام في موسم الكريسماس بتحرص السلطات المختصة في لندن على تزيين الشوارع الرئيسية في العاصمة، وفي كل عام بتكون الزينة مختلفة عن السنة اللي قبلها. أوكسفورد ستريت هو أهم الشوارع في لندن، وهذا العام تم تزيينه ب 27 إستارة إضاءة مكونة من 222 ألف ليد إضاءة، طبعا بالإضافة للزينة الموجودة في ريجنت ستريت وبوند ستريت وساوث مولتون ميفير وكوفنت جاردن وأماكن تانية. منطقة أوكسفورد ستريت الآن تتزين بأبهى حللها، أجواء حلوة كتير يا جماعة، الناس طالعة وكله مبسوط. وصلنا أصدقائي للبكاديلي سيركس، كما هو معروف الجاينت سكرينز، الشاشات الضخمة. هاي المنطقة يا جماعة بتذكرني في تايم سكوير في نيويورك في مانهاتن، لكن بحجم أصغر يعني صراحة. لكن هذه من أحد أهم معالم لندن. We've been doing it roughly 10 years, if not longer. We've done it as kids with our parents. Mum fell ill, so we've carried on the tradition for her. Neighbours, the neighbourhood seems to love it. I love it, I enjoy it. Obviously, you can see up a lot of people when they come to see it, how happy they are with it. Just generally enjoy it. It's nice to spread a bit of cheer, especially after the year we've had, with everything going on with COVID-19, etc. 8,000 LED lights all in. There's also, we have decorations indoors. I decorate the bedroom, we decorate the front room, it all goes. So about 8,000 is all in. I would dread to think how much I've spent. I wouldn't like to put a figure on it. الشكل في الشباك هذاك، الشكل اللي بطلع علينا هذا عبارة عن شاشة كمبيوتر يعني. وفي هنا بينجوين، ياس تعرف شو البينجوين؟ بينجوين عندك اللي هو الدب المنفوخ. هذا أصدقائي كمان بيت تاني مش بعيد عن ويست دريتون في هيلينغدون. بصراحة جميل جدا يعني، مكلف حاله.
طيب أصدقائي، بتمنى تكونوا انبسطتوا معايا في رحلة اليوم، حتى ألقاكم في مكان جديد وزمان جديد ومعلومة جديدة. See you again.